هنا الأستاذ عبد الله بيتكلم بقى وهو في سن صغير، الأم يعني قامت بفعل صعب شوية في إن هي يعني أتت بقطة وقامت بذبحها وطبخها أيضا. فحكم ذلك في هذا الأمر بماذا نقول له؟ هل هناك أيضا أمر ممكن يتصدق به أو فعل خير يشفع على هذا الأمر؟ هو ذبح القطة وطبخها وأكلها كل ده حرام، حرام. ويعني مجرد حبس القط أو القطة وعدم تقديم الأكل والشرب حتى ماتت، صاحبة الفعل ده دخلت النار كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالمسألة دي مسألة عظيمة، ومحتاجين إن صاحبة الحالة تتقي الله سبحانه وتعالى أولا، وتستغفر مما فعلته وتتوب إلى الله، وإذا تابت وندمت على ما فعلت وعزمت إن شاء الله إن هي لن تعود إلى هذا مرة أخرى وأكثرت من الأعمال الصالحة، إن شاء الله ربنا يعفو عنها، لأن الفعل اللي فعلته ده خطأ جدا يعني. خليني يمكن كمان يعني استكمل هذا التساؤل حتى بتفصيل اخر، لو هي هنا يعني رحمها الله مش موجوده، ماذا على الابناء؟ الأبناء يدعوا لها بالرحمة والمغفرة، يتصدقوا لها، يقرأوا لها ما تيسر من القرآن، أي عمل صالح نعمله ونهب ثواب هذا العمل إليها يصلها إن شاء الله، وأهم حاجة ندعي لها بالرحمة والمغفرة ونستغفر لها، وإن شاء الله ربنا يعني يستجيب منا إن شاء الله. أمة الله هنا تتحدث